بهكذا نمط فريد مطوي، مشكل إجازات، مشكل ليون، احتجاج اللاعبين السابقين، عدم تسوية وضعيتهم. ألا ترى اليوم أمور أضحت من السيء إلى الأسوأ بالفعل؟ عودتنا هذه البطولة العرجاء بمثل هذه الانطلاقات. كل موسم تعاني البطولة الجزائرية من نفس المشاكل ومشاكل أخرى جديدة تطل علينا في كل موسم جديد. بالنسبة لمشكل الذي يحدث اليوم في أمل الأربعاء ومشكل الإيجاد في كل النوادي، هذا ليس بشيء جديد على بطولتنا في الجزائر. الشيء الجديد ربما هو كيف نتخلص من كل هذه المشاكل في العشر سنوات القادمة، وليس الموسم لا القادم ولا الذي بعده. يعني سيكون تراكم فريد مطوي، سوف يكون تراكم وسوف لن نتخلص من هذه المشاكل، هذا أكيد ومؤكد. طبعا سأودي لك طبعا ما تعلق بأهم القرارات. علي عاشوري كخبير دولي في المانجمنت، اليوم حديث عن مشكل الإجازات ومشكل الديون هو حديث عن مشكل مستحقات لاعبين سابقين يطالبون بمستحقاتهم، لكن لا حياة لمن تنادي. شوف كمال، قبل ما نتكلموا على اللاعبين هذول اللي يطالبوا بالمستحقات، انا نرجع لسياسه النوادي. كل موسم نفس السياسه، نادي يجيب 20 لاعب في نهايه الموسم، 20 لاعب كامل يروحوا للسيارات، صحيح، كامل يروحوا لغرفه النزاعات، يتسرحوا من طرف هذه اللجنه. الموسم القادم نفس الاداره تجيب 20 لاعب جديد، اولا ما كان الاستقرار لا من الناحيه الاداريه ولا من ناحيه التعداد البشري ولا من ناحيه يعني انت كخبير كما نرجو كيف تتعامل مع مثل هكذا وضعيات. شوف انا سمعت او قريت مؤخرا تصريح يعني لوزير الشباب والرياضه يقول انه الموسم القادم راح يكون من بين 8 الى 12 النادي محترف. انا نسنده في هذا الفكره. يعني كيف انت هذا اللاعبين اللي راهم يطالبوا بمحقات عندهم الحق، كمان عندهم الحق، هذه مستحقات سيتا كوميل نتاع عده سنوات. يعني كاين نوادي اللي ما خلصتش المستحقات تاعها لمده من 2010 لحد الان 12 سنه، احنا داخلين 12 سنه ما داوش. يعني فيه تراكم للديون عبد العالي عاشوري يؤثر على مستوى البطوله. انا لو جيت في مكان الاتحاديه ما نمدش الاجازات الفرق، ما نمدلهمش الاجازات، ما كاينش تاع 30%، يا نكون ما نكونش، يا نكون شركه، لان المشكل دركا انت عندك شركه رياضيه لكن نطبقوا اليوم قرار تاع 30%. بصح لا 30% من الاجازات تخلص كامل، انت عندك شركه رياضيه ما ديرش شركه. لكن اغلبيه الشركات هي مفلسه فريد مطوي حتى تدير سلافان. تفضل. لا هناك اسئله جوهريه يجب تطرح. يخيل هذا المشاهد الكريم، وعندما تطرح الاسئله علينا فريد مطوي، نقاط مهمه ذكرها عبد العالي عاشوري، هل ترى بالفعل انه اليوم المكتب الفيدرالي عاجز لحل هذه المشاكل المتراكمه منذ 10 سنوات تقريبا؟ انا اتوقف عند الجمله الاخيره التي وظفتها في سؤالك، منذ 10 سنوات او اكثر، انا اقول اكثر. لماذا اليوم العائله الاعلاميه تطرح اسئله سطحيه ولا تذهب الى الجوهر؟ اليوم الكل يتكلم على شرعيه او قانونيه اتخاذ الفيدراليه لقرار منح الاجازات سواء كان قانوني او غير قانوني. يا زملائي الإعلاميين، يجب أن نذهب أكثر من وصف الحالة من الناحية السطحية. اليوم عندما نتحدث على هذا القرار يجب أن نعود إلى أكثر من 10 سنوات. لا شرف الدين عمارة ولا الذي كان قبله خدين زدشي ولا الذي كان قبلهما محمد روراوة استطاع هذا الجمع أن يقضي على مشكل عويص في هذه البطولة، وهو التموين بالطريقة القانونية لمختلف الفرق. عندما تكلم منذ قليل لافان على عدد الأندية التي يجب أن تتميز بالإحتراف، هو قال ربما 12 أو 14. أنا أقول ناديين وسوف يكون الأمر مبالغ. يا أخي ليست هناك ظروف لبعث نادي واحد في الجزائر محترف، لذلك علينا أن نراجع كل هذه الأمور من أساسها ولا نتوقف عند شرعية القوانين المتخذة سواء عند هذا أو ذاك. طبعا سيد دينيس لافان، هل يؤثر هذا على مستوى اللاعبين؟ أنت كمدرب تجد مشكلة لما اللاعب قضى 14 إلى 15 شهر من الأجر الشهرية، هل هذا يشكل لك عائق في تحضير اللاعبين لمباريات البطولة؟ Oui, bien sûr, c'est quand même leur portion, c'est avec ça qu'ils font vivre leur famille, donc automatiquement ça pose des problèmes. Après, bon, avec l'expérience que j'ai eue à la GSK l'année dernière, bon, alors c'est vrai que les joueurs ont touché quelques primes, donc ça a permis de faire entrer un peu d'argent dans leur poche,
Mais bon, après, ça a aussi permis au groupe, là on a bon groupe avec des garçons de bonne famille, comme on dit, et qui ont su se resserrer, qui ont su faire face à tous les problèmes qu'ils ont eus pour aller sur le terrain et gagner les matchs. Mais pas des situations faciles à gérer, ni pour l'entraîneur, ni pour les joueurs. Donc, la dernière, les joueurs de la JSK sont vraiment à féliciter parce que malgré les gros problèmes qu'il y avait, ils ont fait des très gros résultats et des très grosses performances. كانت تجد إيجابية الفوز بكأس الرابطة والوصول طبعا لنهائي كأس الكاف وشكرا دائما لمحمد أمين فقير على المجهودات المبذولة حتى ما يقوله الضيوف يترجمه طبعا لدينيس لافان حتى يكون معنا في البلاطو ويعرف ما يدور من حديث طبعا حول هذه المواضيع المقترحة. عبد العالي عاشوري بكل صراحة، هل نحن اليوم بحاجة إلى قرار سياسي أكثر منه قرار رياضي لقضاء هذه المشاكل؟ نعم، أنا أؤكد كلام الأخ، يعني لابد من ثورة في كرة القدم الجزائرية. أول حاجة النوادي الجزائرية عندهم شركات رياضية مفلسة، يعني أنا نشوف أنه الشركة المفلسة يعني تروح، يعني تغادر، يعني ما تبقاش، يعني فهي فانية. أنا نشوف اليوم كما قال الأخ، يعني هو يعني قال ممكن ناديين، أو المدرب دينيس لافان قال لك أن شامبيونا أ دوز كلوب. أنا جو بونس باللي 8 حتى 12 فريق العام الجاي محترف بأتم معنى الكلمة، ماشي بالأموال فقط، يعني بليزانفراستركتور بلونتر فورماسيون مراكز التكوين. هذا هو انا نقول هذا هو النادي المحترف باتم معنى الكلمه. على كل في الجزء الثاني سيكون معنا رشيد رجراج طبعا مانجر معتمد لدى الفيفا والمدير الحالي لفريق شبيبه بيجي. الحديث في الجزء الثاني باسهاب حول هذا الموضوع وموضوع متعلقه ومواضيع متعلقه بوكلاء اللاعبين. حتى اختك هذا الجزء فريد مطاوي، اهم قرار اتخذ من خلال هذا الاجتماع المكتب الفيدرالي هو اقاله الامين العام محمد سعد، كيف تعلق؟ والله انا اراه امر عادي، لان التجانس في بدايته لم يكن عاديا. الاتيان بشرف الدين عماره وضعه في وسط مجموعه كانت تعمل مع الفيدراليه السابقه كان الامر غير طبيعي، وكنا ننتظر مثل هذه القرارات وسوف تاتي قرارات اخرى. هناك بعض الاشخاص لولا حمايه جمال بالماضي لهم لا اخذوا طريق الامين العام. لذلك انا لا اتوقف عند هذا القرار او ذاك، لان الامر مثل ما قلت غير متجانس، لكن لا يجب ان نحمل، اقولها مره اخرى، انا لست مدافعا لا لشرف الدين عمارة ولا لغيره، لا يجب أن نحمل الرئيس وزر ما عانته الكرة الجزائرية منذ أكثر من 20 سنة ماضية. اليوم أنت قلت سؤال مهم ومهم جدا، المرمى الكرة اليوم ليست في مرمى لا الاتحادية ولا الرياضيين، هي في السياسيين. عندما يتخذ القرار السياسي المناسب سوف تصلح حال الكرة الجزائرية.